شكرا. صحة. عم يبدلوا ورديات، بشو مشغول؟ بعيلة بدر، ما في أكتر منهم. هذا هو. مسكرة موبايلها، استنى شوي بركي بتهدى. خليل بلش يقتنع، أما زينب لازم لها شوية وقت. لازم يصدقونا ونكسب ثقتهم اثنيناتهم، وهذا الشيء كتير مهم. بالأول لازم نحل مشكلة قبر خليل. طيب، وما لازم يحسوا. خليك مطمن، تصبح على خير. وصلتي على البكالوريا، يعني ما كملتي؟ ما نجحت. واخواتك يوسف وزاهر كملوا تعليمهم؟ لا، ما كملوا تعليمهم. حرام. وشو عم يشتغلوا هلا؟ في عنا محل لبابا وهن عم يشتغلوا معه. حسن ما علم الاولاد مثل ما وعدنا يا لميس، عم يشغلهم معه. بس تحكي معه على التليفون، لا تسكت له. اتصلي فيه ميرنا، خلينا نحكي معه. لا، الحقيقة هن ما بيكونوا هلأ بالبيت، طلعوا. اي دقي على الموبايل قولي لهم انك وصلتي لحتى يطمنوا. اتصلت فيهم. بالإذن، رايح أحضر الأكل. امي شو قصتها هي؟ بص، وطي صوتك. دق مين قال انا اختك برضاعة ميرنا؟ لوين جاية؟ بنتي بالنسبة إلهم هالشغلة كتير مهمة. ستة لميرنا كانت تقول أخوك برضاعة أقرب لك من أخوك الحقيقي. لا ماما، معقولة شخص يجي فجأة يصير أخي؟ عقلي ما عم يستوعب هالقصة. هس وطي صوتك لا تسمع. أنا ما عم بفهم ليش جبتوها لهون، يعني شو بدك يانا نقلعها بالليل؟ حرام يا بنتي، هاد الكلام ما بيصير. ما عم نعرف لشو جاية، أكيد وراها قصة. يمكن أبوك عم يحاول يفهم منها وماله عم يقدر. أكيد هربانة من أهلها، شفتي كيف ما رضيت تدق لهم؟ بركي وراها مصيبة.